تؤخذ الضرائب وتقطع الكفوف. ها نحن قد أتينا فلتشهر السيوف. والله لن نبالي ما تصنع الحتوف. حول الضريح سبعا قلوبنا تطوف. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. وكل صحفي وجه الطغاة حسينينا حتى الممات. وكل صحفي وجه الطغاة حسينينا حتى الممات. الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام بعد مضي سنوات لا يقدم له طعام إلا يمزجه بدموع عينيه. يعني ماذا هذه الكلمة؟ يملأ الوعاء والإناء بدموع عينيه. يعني ماذا؟ رأيتم في كل حياتكم شخص يبكي وعاء يمتلئ من دموع عينيه؟ رأيتم هكذا منظر أصلاً في كل حياتكم؟ أصلاً سمعتم هكذا منظر؟ بعد سنوات، بعد 30 سنة وأكثر من 30 سنة، كل وجود الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كان مرتبطاً بسيد الشهداء. هذا إمام الزوار في الأربعين، على إثره، على طريقته. اليوم يمشي الملايين من المؤمنين الطيبين متجهين إلى كربلاء، إلى حيث توجه زين العابدين عليه الصلاة والسلام. فلتؤخذ الضرائب وتقطع الكفوف. ها نحن قد أتينا فلتشهر السيوف. والله لن نبالي ما تصنع الحتوف. حول الضريح سبعا قلوبنا تطوف. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. يا منايا هوني زحفنا مليوني حسين حسين. وكل صحفي وجه الطغاة حسينينا حتى الممات. وكل صحفي وجه الطغاة حسينينا حتى الممات.